الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اللقاء سوف نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي. فهناك عدة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهلم جرى. مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث التطورات التي طرأت على الإنترنت والتي صاحبها ظهور العديد من تكنولوجيا ويب 2.0. وبشكل عام يشير العديد من المختصين في علم الإنترنت بأن المواقع التواصل الاجتماعي تمثل قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية بشكل تفاعلي أكبر من السابق بكثير، عندما كان التواصل محدودا بمشاركة كمية قليلة جدا من المعلومات وسيطرة أكبر من مدير البيانات. وأتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فرصا عديدة، منها التشارك بالمعلومات بين جميع المشترك الشبكة مع إمكانيات التفاعل المباشر والحر على المواقع الاجتماعية وعند نهاية كل مقال أو خبر. وأتاحت الفرصة للمتلقين بأن يصنعوا برامجهم الإذاعية أو التلفزيونية التي يحبونها ويتابعونها، وذلك بطرح مقترحات لمعد البرنامج أو المشاركة بطرح أسئلة للضيف الذي ستتم استضافته بالبرنامج. فكل هذا وما صنعته مواقع التواصل الاجتماعي مع الثورات التي اجتاحت منطقة الشرق الأسود والاحتجاجات التي عمت العديد من الدول الأوروبية وأمريكا. وعرف أندرسون كابلن ومايكل هاندين مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مجموعة من تطبيقات الإنترنت التي تبني على أسس أيديولوجية والتكنولوجيا من الويب 2.0، والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطتها. ومواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع إعلام للتواصل الاجتماعي كمجموعة شاملة وراء التواصل الاجتماعي، ويحتاج الناس إلى التواصل فيما بينهم لمعرفة أخبار بعضهم البعض والإطمئنان فيما بينهم. فالإسلام وصانا بصلة الرحم والتواصل، لما لحاز من أهمية لزيادة الترابط بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد وتحقيق التكافل بين الأفراد وتعزيز الشعور ببعضهم البعض. وفي الزمان القديم كانت مظاهر صلة الرحم هي الزيارات والتواصل المباشر، ومع أهمية هذه الطريقة في التواصل إلا أنها تكون مريحة للأشخاص القريبين من بعضهم. وبينما الأشخاص الذين يقطنون في المواقع البعيدة فإنها تصعب عليهم، ولربما تمر الشهور والسنوات دون حدوث تواصل فيما بسبب تباعد الأماكن. إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم. شكرا جزيلا، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.